لما تلاقي دول هم اللي متصدرين المشهد الديني وحد بيصرف عليهم كتير قوي عشان يطلعوا يهدموا ثوابت الدين، اعرف انها حرب على الدين مش حاجة تانية، وناس يهمهم ان الدين ده يتحرف ويتبدل عشان عارفين ان قوة المسلمين في دينهم ومعرفتهم بدين ربنا. لما تلاقي اصحاب الرأي السديد مهمشين لكن الاشكال دي اتعمل لها قناة مخصوص واعلانات ممولة عشان تطلع تهدم ثوابت الدين بدون ما حد يناظرهم او يتكلم معاهم او بدون ما الازهر يتدخل، اعرف انها حرب على الدين، ومجرد سكوتك عن نصر الدين ربنا هتتحاسب عليه. وزي الناس دي ما قدرت تخسف ببيومي فؤاد الارض، قادرة برضه تخسف بالناس دي الارض وتقعدهم في بيوتهم. لازم كلنا نتكلم ونقول للباطل لا، وننصر الحق حتى ولو بكلمة. وبطل تقول ماليش دعوة، اتكلم ودافع عن دينك، احنا كلنا ممكن ندخل نعمل بلاغ عن الصفحات دي ونقفلها. عيالك وديهم يتعلموا اصول دينهم ويحفظوا قرآن بدل ما ياخدوا الدين من الاشكال الخمرجية دي. البرامج اللي عاملينها موجهة للشباب الصغير اللي لسه بيحاول يفهم دينه ويعرف اصول دين، هتتحاسب على سكوتك، وبلاش تعمل زي محمد صلاح، وخليك راجل واتكلم وعرف الناس كلها ان اللي بيحصل ده باطل.